السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع. ألتقي وإياكم في هذه السلسلة من التسجيلات واللي تتعلق بالتعليق على الأحداث. هناك الكثير من الأحداث تجري سواء داخل الوطن اللي هو الجزائر وإلا المستوى العربي ولا الدولي. يحاول الإنسان أنه مرة على مرة يعطي وجهة النظر تاعه كمواطن، كيفاش يشوف وكيفاش يقرأ هذه الأحداث اللي راها تجري. هناك حدثين في هذا الأسبوع. الحدث الأول اللي هو الانتخابات الإيرانية، والحدث الثاني اللي هو العملية اللي جرات في ضواحي الولاية نتاع البرج. حسب ما طالعنا على الجزيرة وعلى بعض الصحف من أن العملية جرات بين المهير والمنصورة، وراح ضحيتها حسب التقرير 24 دركي، ربي يرحمهم كلهم وربي يعزي العائلة تاعهم. وقبل ما نعلق على الانتخابات الإيرانية بودي أن أعلق على هذا الحدث. تحدثت في تسجيلات سابقة وقلت باللي هناك أشياء راح تحدث. راكم شفتوا في الانتخابات، في يوم الانتخابات زرهوني خلاص قضاء على الإرهاب وصاي، والشعب كله صوت مع بوتفليقة وخرج يضرب في الزرنة والبندير، والحدث هذا يمر بسلام يعني كأنه شيء لم يكن. في المقابل تشوفوا الضجة، طبعا الناس اللي راهم عايشين في الداخل مو مش شايفين الأمور كيفاش راها تمشي. تشوفوا الضجة اللي راها حادثة في الخارج، الانتخابات الإيرانية في كل نشرة ويصوروا في إيران مشتعلة. كل هذا على وش؟ ليس حبا في منافس أحمدي نجاد، وإنما كلهم يدعموا في الانقسام الإيراني. مش زعما راهم يدعموا في هذا المنافس تاع احمدي نجاد، ومش يدعموا فيه، ولا راهم هما مع هذا كيف ما راهم يسميوه الاختيار تاع الشعب، اختيار الشعب الايراني. زعما كانه الشعب الايراني راه ضد احمدي نجاد وخرج للشارع وانتخابات كذا وكذا، وزعما كانهم يدعموا بطريقه غير مباشره طبعا في هذا المرشح تاعو. هما راهم ما يحملهمش في اثنين، ولكن يدعموا في الانقسام الإيراني. وبغض النظر عن الخلفيات مع إيران ما ندخلش فيها، بغض النظر عن الاختلاف تاع العقائدي بيننا وبين إيران، هذا ثاني أيضا ما ندخلش فيه، ولكن الشيء اللي نشوف فيه أنا كمواطن كمراقب كملاحظ هو أن هذا الإعلام الغربي يساهم في إشعال النار في إيران وتقسيم إيران من خلال دعم جناح ضد جناح، وفي نفس الوقت هما ضد التدخل الأجنبي وضد راكم تعرفوا لاسويت. في المقابل في الجزائر شحال ماتوا في إيران؟ والو، 4 ولا 5 من الناس، الدنيا مقلبة. بينما في الجزائر هذا الناس اللي راهم يموتوا كأنهم حشرات، 24 واحد يموتوا ما كان حتى واحد يبكي عليهم.
وبغض النظر انه نقول باللي هذ الناس راهم على حق والله على باطل، مش هذا هو الموضوع، ولكن هذو جزائريين راهم يموتوا. الجزائر تحرق من 91 والجزائريين يوميا يموتوا. هذ الناس اللي راهم يتحدثوا على الديمقراطية ويدعموا في هذا في هذا، عماوا على الاختيار تاع الشعب. لما الشعب الجزائري اختار الممثلين نتاعو وصرى الانقلاب وصرى ما صرى، عامين عليه، بالعكس يدعموا في هذا النظام لانهم ديمقراطيين. شوفوا الديمقراطية، الشعب الايراني اختار، الشعب الجزائري لا ما اختارش. هما كلهم الهدف تاعهم ليس فقط الاسلام، هذه باش تفهموا الامور مليح، ليس فقط الاسلام، وانما كل انسان يقول لا. راكم شفتوا ينوضوا ضجة حتى على ناس اللي مش مسلمين، كيف ما راه شافيز، وكيف ما نتاع كوبا فيدل كاسترو، وكيف ما راه رؤساء واحد اخرين. هما كلهم، كل من يقول لا، كل من يريد ان يبني الاقتصاد نتاعو، كل من يريد ان يبني السياده نتاعو، كل من يقول لا للهيمنه، لا للاستعمار، ينوضوا ضده ويحاولوا انه يركعوه. كل انسان يخرج على الطريق تاعهم ما يفكرش كيف ما يفكروا يرحيوه. إذن القضية لا تتعلق، هم الأساس تاعهم طبعا هو الإسلام، ولكن كل إنسان يحاول أن يكون منصفا مع المسلمين يقولوا له أنت راك إرهابي، ولا بد أنه يلقوا له وسيلة ويلقوا له حوايج على جال باش يحاربوه. هذا الحدث اللي صرى في الولاية نتاع البرج، راك شفت يا سي محمد يوسفي الأمن اللي حكيت لنا عليه في ولاية البرج، كون أنك تعرف المنطقة، راك شفت 24 دركي كيفاش تم الاغتيال تاعهم، وحتى حسب الأخبار التي نشرت في الصحافة، طبعا أنا مانيش صاحب جريدة، أقرأوا في الشروق، أقرأوا في كثير من المواقع سواء الوطنية ولا الدولية، أن هذ الناس اللي اغتالوا هذ الدركيين زادوا حتى خذوا لهم السلاح نتاعهم وحرقوا لهم السيارات، مما يدل بأنهم تمكنوا منهم كما ينبغي. ونطرح عدة أسئلة، الناس اللي راهم يسمعوا فيا، هل تعرفوا شو هو 19 جوان؟ لأنه مرات يصراوا بعض الأحداث وكثير من الناس غافلين. هناك أشياء تدبر ضد الجزائر، هناك ما هو متعلق بالتاريخ، كي الناس راهم يختاروا العملية تاعهم في أوقات حرجة جدا. في هذا الأسبوع كان الحديث كيف ما طلعتكم وكيف ما طلعتكم الجرائد حول بوتفليقة، حول المرض تاع بوتفليقة، حول من سيخلف بوتفليقة، وراكم شفتوهم يديروا عمليات من هذا النوع. هناك الحديث حول بعض المنظمات الدولية اللي عاودت حياة القضية نتاع حقوق الإنسان في الجزائر، طب تصرى عملية الإرهاب والقاعدة والإرهاب والقاعدة والقاعدة على جل باش تروح ترقد القضية. في هذا الأسبوع أيضا هناك حديث في بريان، حول الفتنة نتاع بريان،
طب تسرى هذه القضية والو، كل هذا تحت الذريعة نتاع الإرهاب، تحت الذريعة نتاع القاعدة، كلش مبلوكي، الأبواب كلها مغلقة. يا ناس لابد أنه تتفطنوا وتعرفوا العدو نتاعكم الحقيقي شكون هو، وتعرفوا بأن الجزائر مستهدفة شعبا ووطنا وتاريخا ولغة ودينا. نلتقي في التسجيل القادم.